قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ميسرا للتلاوة والذكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده النفع والضر، وقد أعظم لنا بتلاوة كتابه المثوبة والأجر. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عالي المكانة والقدر. اللهم فصل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم الزهر والتابعين ومن تبعهم بإحسان مدى الأيام والدهر. أما بعد، فعليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبواءكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلامه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات مع برنامجكم المتجدد، برنامج الميسر في التلاوة، والذي يأتيكم عبر قناتكم، قناة زاد العلمية المباركة. ونقول عودا حميدا وبدءا بإذن الله بعد الإجازة بدءا مجيدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا جميعا بهذا الكتاب العزيز، وأن يجعلنا ممن يعمل به وممن يقيم حروفه وحدوده على الوجه الذي يرضيه عنا، إن ربي لسميع الدعاء. أيها الأحبة الكرام، مقرر التلاوة لهذه الحلقة كما أعلن وكما سيظهر أمامكم عبر الشاشة، الآيات من سورة الحديد من الآية السابعة حتى الآية الحادية عشرة من هذه السورة الكريمة. وكما هي عادتنا أيها الأحبة الكرام، نتلو مقطع الآيات المقرر في الحلقة بالروايتين، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ثم نتلو الآيات برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية أيضا بقصر مد البدل. وأشرع الآن بإذن الله تعالى في التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تليت هذه الآيات أيها الأحبة الكرام برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ونلحظ في هذه التلاوة أو في هذه الطريق أننا نقرأ بتوسط المد المنفصل. الآن أتلوها إن شاء الله برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية أيضا بتوسط مد البدل. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. مرحبا بكم أيها الأحبة من جديد. تليت هذه الآيات مؤخرا برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية، وكما نبهت أنني أقرأ من طريق الشاطبية بتوسط مد البدل. قبل أن أشرع أيها الأحبة في استقبال تلاواتكم العذبة ومشاركاتكم الموفقة بإذن الله تعالى، أنبه تنبيهات سريعة حول بعض أحكام التجويد وحول بعض اللحون الجلية أو الخفية التي قد ترد في تلاوة هذه الآيات. ننتبه أيها الأحبة الكرام أثناء تلاوتنا لهذا المقطع لتنبيه دائما ما أكرره، وهو أن يراعي القارئ أو التالي لكلام الله سبحانه وتعالى عموما وفي هذا المقطع خصوصا أن يراعي إعطاء المد الطبيعي حقه. فمثلا هنا معنا في مطلع هذا المقطع آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، عندنا مثلا آمنوا أنفقوا، هنا مد طبيعي، الواو هنا تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. بعضنا مع العجلة
أو مع عدم الانتباه إلى هذا الحكم التجويدي لا يبالي به فيختلس الحركة، وإنما من يريد أن يكون مع السفرة الكرام البررة فلا بد أن يعطي هذا الحكم التجويدي حقه. من التنبيهات أيها الأحبة، وقد لاحظت هذا اللحن في بعض من يشارك معنا في البرنامج، والله بما تعملون خبير خبير بصير، إذا وقفنا عليها يا أيها الأحبة فعند جميع القراء نرقق الراء ولا نفخمها. وقد فصلت في القاعدة هنا في قاعدة الراء في ترقيقها عند الوقف، والله بما تعملون خبير خبير بصير، فإذا وقفنا عليها نقف بالترقيق. بعضنا قد يفخم، والتفخيم هنا لحن، فننتبه لمثل هذا الحكم التجويدي أيها الأحبة الكرام. ننتبه يا أيها الأحبة في أثناء تلاوة هذا المقطع وغير المقاطع وسائر كلام الله سبحانه وتعالى، ننتبه لإعطاء الغنن أحكامها وحقها. مثلا هنا معنا أنفقوا، ومثلا الميم المشددة والنون المشددة أيضا، مما جعلكم مستخلفين فيه، وغن ميما، اسمع، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. أيضا ننتبه أيها الأحبة الكرام إلى القلقلة، في أحرف القلقلة التي قد ترد، مثلا أحرف القلقلة كما نبهنا دائما هي تأتي في قولنا قطب جد، هذه الأحرف الخمسة يكون فيها قلقلة، وهي قسمة كما يذكر علماء التجويد قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. القلقلة الكبرى التي تكون في أواخر الكلمات، وأما القلقلة الصغرى التي تكون في ثنايا الكلمات أو في منتصفها. ومر معنا في هذا المقطع أحرف القلقلة في منتصف الآيات أو في منتصف الكلمات عفوا، فالتي تأتي في منتصف الآيات قد لا ينتبه لها أو قد لا يفطن لها التالي لكلام الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يكون حاذقا متقنا لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ينتبه لمثل هذه الأحكام. ومن أمثلة ما ورد معنا في هذه الآيات مثلا وله أجر، أجر الجيم هنا قلقلتها صغرى لأنها وردت في ثنايا الكلمة. ومثلا من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله، فأسمعوني حينما تشاركون معنا أيها الأحبة، أسمعوني هذه القلقلة وأظهروها، أظهروا هذا الحكم التجويدي. وهناك بعض التنبيهات ستأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا الاستماع إلى مشاركاتكم، أو قد يعرض شيء فأنبه عليه إن شاء الله تعالى في أثناء الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإقامة حروف هذا القرآن وحدوده على الوجه الذي يرضيه عنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن المخلصين فيه، العالمين العاملين به، إن ربي سميع قريب. معنا خالد محمد من مصر عبر برنامج الزوم. السلام عليكم يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اسمعنا تلاوتك العذبة. الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مما جعلكم مستخلفين فيه، أعطي الغنن يا أخي خالد حقها. مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا أخي خالد. معنا محمود عبد الخالق من مصر، تفضل يا محمود أسمعنا أول ثلاث آيات يا ابني محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بارك الله فيك يا ابني محمود على هذا الصوت الندي، وأتمنى أن تنتبه أو تحرص على إتقان أحكام التجويد بشكل أكبر مع صوتك هذا الجميل، فيزداد القرآن من فمك جمالا على جماله. بارك الله فيك. معنا أحمد عبد الخالق، تفضل يا ابني أحمد أكمل من حيث وقف أخوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا أحمد على هذا الأداء المتقن الذي يرضينا ويسعدنا. بارك الله فيك. معنا صالح حمدي من مصر. قبل أن نستمع إلى تلاوة الأخ صالح أنبه لأنني سآخذ يعني من كل مشارك ثلاث آيات، يعني نقسم المقطع على قسمين. بارك الله فيكم، وذلك لضيق وقت البرنامج ولكي نستقبل أكبر قدر من مشاركاتكم. تفضل يا أخي صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعنا تلاوتك العذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بارك الله حسبك بارك الله فيك يا أخي صالح على تلاوتك الطيبة.
معنا أنس حمادة من مصر. السلام عليكم يا أنس. السلام عليكم يا أنس. وعليكم السلام. تفضل يا أنس اقرأ. وما لكم ألا تنفقوا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله فيضاعفه يا ابني فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا ابني أنس. معنا لين من السعودية. السلام عليكم يا لين. السلام عليكم يا لين. معنا لين أو ننتقل؟ يا بنتي لين. ننتقل لعلها تعاود البنت لين تشارك معنا إن شاء الله. معنا سيد مجتبى من الهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اقرأ أول ثلاث آيات. First three آية. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. بارك الله فيك يا سيد على هذه التلاوة الطيبة، جزاك الله خيرا. معنا أنعم نورين من الهند. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ريد. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا
وأنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث ميراث ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا أنعم على هذا الصوت الطيب الندي. معنا أبو ماريا من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا ماريا. معنا أبو ماريا. ننتقل للتالي. معنا لين من السعودية. السلام عليكم يا بنتي لين. لين معنا. انتقلوا لمن يليه. معنا محمد بكري من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد، اسمعنا تلاوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أخي محمد صل لا تقف. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، لا توجد علامة وقف إنما صل. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا أخي محمد على هذه التلاوة. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا وفقكم الله. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال
الشاهقات على المدى تخشع عند تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته. مرحبا بكم أيها الأحبة مع برنامجكم الميسر في التلاوة. أستقبل الآن مشاركة عبر برنامج زوم ثم ننتقل بعد ذلك إلى مشاركاتكم المرسلة عبر برنامج الواتساب التابع للبرنامج. معنا سعادة من الهند، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اقرأ ريد فيرست ثري آية. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. حسبك بارك الله فيك يا سعادة. وأنا أيها الأحبة قد يعني أترك التصويب بعض الألفاظ من إخوتنا الناطقين بغير العربية، فبعضهم قد يعسر عليه وبعضهم يبدأ يعني يحسن تلاوته أو قد لا يفهم على المتلقي أو من يصحح له عبر الفضائيات أو عبر الشاشات، قد لا يتلقى هذا تلقيا صحيحا. وإن كنا نوصي إخواننا من الناطقين بغير العربية من إخواننا العجم من يشاركون من الهند وباكستان وأوزباكستان وأشبه ما أشبه ذلك أن يتلقوا هذه الأمور عبر الأشياخ مشافهة، فهذا هو الأنفع وهذا هو الأصل في تلقي القرآن. معنا اتصال من الأخ عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. معنا عبد العزيز من السعودية. إذا ننتقل أيها الأحبة أريث ما يعاود المشاركة، أعطونا مشاركات الواتساب أيها الأحبة. عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. انتقلوا بارك الله فيكم إلى الواتساب استغلالا لوقت البرنامج. أعطوني مشاركة هاني محمود أول ثلاث آيات من المقطع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. حسبك أخي هاني، بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة. فقط انتبه في الآية الثانية إلى مسائل الوقف والابتداء، والأفضل أن تصل لأنه لا توجد علامة للوقف أو في الآية الثانية. بارك الله فيك يا أخي هاني. أعطوني مشاركة إلياس خالد من العراق من حيث وقف. بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ما لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير. بارك الله فيك يا ابني إلياس، وانتبه فقط وله أجر كريم في أول الآيات، وله أجر كبير، هنا أجر كريم في آخر الوجه من هذا المقطع. بارك الله فيك. معنا اتصال من الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. تفضل يا شيخ عبد العزيز، سمعنا تلاوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى
والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز على هذه التلاوة الطيبة العذبة. معنا بدر من السعودية عبر برنامج الواتساب، أعطونا مشاركته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا أخي بدر على هذه التلاوة الطيبة. أعطوني مشاركة أحمد الروبي من مصر، واقتصروا على أول ثلاث آيات. بارك الله فيكم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا شيخ أحمد على هذه التلاوة الطيبة، ومن التي من جمالها أوصيت الإخوة بأن لا يقطعوك عند أول ثلاث آيات. بارك الله فيك. أسمعوني أو أعطوني ثلاث آيات من الأخ أحمد شوقي من مصر مشاركته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بارك الله فيك يا أخي أحمد على هذه التلاوة. أكملوا للأخ محمود باشا من مصر يكمل من حيث وقف. وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا شيخ محمود على هذا الصوت العذب. أعطونا مشاركة يوسف من الجزائر. حسبك. بارك الله فيك يا ابن يوسف على تلاوتك المتقنة. دعوا رحمة تكمل من حيث وقف أخوها. رحمة من الجزائر. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك يا رحمة على هذه التلاوة. أعطونا مشاركة الأخ كمال من السعودية أول ثلاث آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. حسبك بارك الله فيك يا أخ كمال على هذه التلاوة. أعطونا مشاركة عبد الرحمن من مصر يكمل من حيث وقف. وما لكم من لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. حسبك بارك الله فيك يا ابن عبد الرحمن، احرص على يعني إظهار وإبراز الأحكام التجويدية في تلاوتك. أعطوني تلاوة شيخنا أبو بكر من مالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بارك الله فيك. حسبك. أعطوني آخر مشاركة في هذا في هذه الحلقة للأخ عمرو شومان من مصر، ودعوه يكمل من حيث وقف. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقف هنا أو إن رأيتم أعيدوا اسمعونا له أول آية مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. حسبك. وما بارك الله فيك يا أخي عمرو على هذا الصوت الطيب الندي. أيها الأحبة الكرام، نصل معكم الآن إلى ختام هذه الحلقة، وحقيقة أعتذر من الإخوة أني أقطعوا بعض تلاواتهم أو أقطعوا تلاواتهم وما ذاك إلا لضيق وقت البرنامج وطول المقطع المقروء، فقد نأخذ من البعض آية أو آيتين أو ثلاث آيات بحسب ما يتيسر له يعني المقام، وبحسب يعني قد نجد بعض تلاوات الإخوة تلاوات متقنة، فنحرص على عرضها كاملة ليستفيد منها
الجميع لإتقانها وجمال الصوت وإتقان الأداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يقيمون حروفه وحدوده. أيها الأحبة الكرام، مقرر التلاوة للحلقة القادمة للآيات من سورة الحديد من الآية 12 حتى الآية 15، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية.